اهلا بكم، مرحبا، حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. اسكندراني اسكندراني يا بحري يا بتاع بحري، حلو قوي، بحب اسكندريه على فكره قوي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل طاجن بحريات. اوكي، اسكندريه شغال، بحر احمر شغال، اي بحر حلو شغله جميل نشتغل معاه. وهنعمل سلطه خضراء، كفايه حلو قوي. يلا بعد الفاصل شوف هنعمل الحديد ازاي، ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل. جمبري وصبيت، مش كلاماري، ها اوكي، صبيت. ايه الفرق يعني؟ الفرق الصبيت هتلاقوه من تحت عريض، اوكي، ولحمه تخين، هذا هو الصبيت وكله سيبيا. anyway، ومعانا حته قشر بياض محترمه، اوكي، وكابوريتات. هنا بقى ممكن يعني انصحكم، يعني نصيحه لله، نستعمل الـ 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 الكابوريا الذكر مش النتاية. ليه؟ عشان لحمها كتير، ومش مش مش عامل انا كابوريا لوحدها في حقزقز وعايز بطارخ، اوكي؟ ومعايا بلح بحر. جندوفلي يشتغل؟ يشتغل. بالنسبه للخضار بقى، جزر، طماطم، بصل، ثوم، فلفل حامي، فلفل حلو، ومعايا كزبره خضراء، معايا كاري معجون احمر، معايا هيل مدقوق، وزبد، الله حلو قوي، وجزنجبيل. طيب يلا بينا بقى نشتغل، يلا ضيعنا وقت، نعمل كده. ناخد الاول هذا و بصوا بقى، انا مش هعمله لا جوانح ولا جوليان، انا هقطعه كبير كبير، اوكي كده. وهو بقى في ايه؟ في النار هيفك، تمام. تمام. وشويه الطومات برضو مش هعملها رفيع نونه نونه، يعني مثلا كل طوميه كده مثلا 2، الكبيره قوي دي لا، ممكن اعملها على 3-4 أو أكثر. راح فين؟ تعليم لا مفر. أوكي تمام. طبعا شوية الخضروات الحلوة دي، حتى الأول البصل والثوم، ها هنديله تحميرة مع إيه؟ الكاري. هنعمل كده، سخن الحدوتة دي، وده بقى الوقت مناسب مناسب جدا للحدوتة دي، اوكي، وشويه زيت. ويستحسن، انا هقول لكم يستحسن، وانتم حرين اعملوا انتوا عايزينه، يستحسن زيت سمسم او زيت شو اسمه جوز هند، لكن اذا لم يكن ولم يتوفر ولم يكون، يبقى زيت نباتي وشويه مش بطالين قوي يعني، اوكي. والزبده دي خليها ايه في الاخر، تمام. طيب هكذا، دول هيتحطوا مع ده بس لما الزيت يحمى. وقبل ما الزيت يحمى ابضل ايه، اظبط شغلي. نعمل كده، زنبط زنبط. خلوا بالكم انا بقطع بدون ما اخد الممبرين اللي هو ايه، الابيض، اوكي. يلا بالسلامه. وبرده مش صغنونه كده اهو، اوكي كده اهو، نشيل دي ولا يهمني ولا يهمني. ما تحطوش فلفل احمر، سوري اخضر، بيبقى لونه مش احلى حاجه. هو كده حلو قوي، وده على فكره سعراته زياده شويه، ده عشان فيه سكريه زياده، لكن احلى. لسه ما قلناش، هنقول حالا اهو، هنقول والله. اوكي يلا، برضو كل الحدوته دي هتخش معانا في التقليبايه، وبعد ما ننزل الكلام ده هناخد الكلام ده نقطعه. الجزرات هنعملها كده. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل كده عشان ايه
نوسع للدنيا نفسنا شويه. فنعمل كده. اوكي؟ نعمل كده. الفلفل ده حامي قوي؟ هسيبه حامي قوي؟ لا مش حامي. هو حامي اه. يعني ممكن احطه زي ما هو كده. او 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 اعمله كده. عشان الطعم بتاعه ايه؟ يطلع. الله شفته بقى؟ تحسه كده بتعمل الحاجة هايلة. طب نشيل دي عشان الناس تتضايق منها؟ نشيلها. يلا. أخبارك؟ لسه بدري، ما تقولش حاجة. يلا. والطماطمايايا مفيش مشاكل فيها خالص. هنعملها برضو إيه؟ كاري 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 كاري. كاري كاري. بدأنا نسمع تشطيش. اه اوعى ايدك. واو. مرة معايا واحد كان بيشتغل وبيعمل زي اللي انا بعمله ده بس في بصلايه، وفلتت منه السكينة والعياذ بالله. الصباع ده قطعه كده. صعب صعب صعب. تكير تكير. خلي ده من سلاح السكينة البرة يا اخوانا. ها مش بس كفايه انك تعملوا ايديكم كده، مش يعني اوكي تبصوا عليا من فضلكم، مش كفايه بس انك تعملوا ايديكم كده، يعني بنقول ما نمسكش الحاجه كده، نمسكها كده اوكي، مش كده كده اوكي. مش كفايه برضو لو سكينه سلاحها لجوه ناحيه ايدكم هتقطعها برضو، فخلوا السلاح لبره مهما عملتوا مهما عملتوا مش هت ايدكم ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه باذن الله تعالى. ها وتركزوا ارجوكم وانتم ماسكين السلاح. جميل. بدأ يقول اهو. قبل ما نعمل القصة التانية. يلا. آه برضو كده اهو. ده الصغنن الصغنن. وبعد كده ابتدي ايه؟ نعمل كده. واخد اثنين ثلاثة. وبعدين نفتحها. ده كده. واعمله كده. طبعا الزيت ان شاء الله دلوقتي يكون قال مقالته. قلت مقالتك؟ قال مقالته. طب هنعمل كده بقى. بصوا بقى ناخد كل حاجه جنبي عشان ايه الدنيا تبقى سريعه. يلا بينا. الاول ده زي ما هو كده اوكي. وبما ان الحبهان وال الله على الريحه. وبما ان الحبهان والشو اسمه هو اسمه ايه ده؟ هيل اللي هو الحبهان والزنجبيل مش فريش، فمش هحطه دلوقتي، هحطه كده. بصوا ما احطوش في زيت سخن قوي لحسن هيتحرق. فهعمل كده. خلي بالك اوعى تحرق الدنيا، ده حساس جدا الطبق ده حساس، وعايز تعمل والواحد فايق له. اوكي؟ خلاص يلا بينا بقى. هنحط بسرعه بسرعه كده شويه هيل نونه لايك كده اكيد، وشويه زنجبيل. ارفع اقلب نونه اه اول ما تطلع ريحه وخلاص كده، ما سيبوش استنى عليه بقى لما يتحرق. يلا خلاص. الله واو ريحته حلوه قوي. يلا انزل باب ده اللي هو ايه المعجون الكاري الاحمر. اوكي كده اهو. ونقلب. ارفع النار بقى وقلب. استعملوش البودره في الحدوته دي يعني، اه ما لا افضل البودره في القصه دي ملهاش نفس الطعم. طبعا الكاري المعجون بيمص الزيت الى حد ما، وبعدين يرجع ايه يطرده تاني لما يخش كده يتحمر اوكي، يقوم طرده تاني شويه. فاحنا معاه بقى ده
زيدي زيدي، الله عليك، الله حلوه. خلاص الريحه طلعت اللي هي عملت ايه كده. نحط بقى شويه من ده هكذا، الفلفلات والكزبرات. ونقلب. خدين بالكم من الترتيبه عشان الحاجات دي عايزه تطلع ريحتها. اوكي، فيها ايه؟ عشان فيها زيوت طياره. اوكي، فنحطها كده قبل الميه والكلام ده عشان تطلع ايه الزيوت بتاعتها، تمام، وريحتها ايه تبقى نفاذه. جميل كده، جميل كده. شويه بقى كده مع بعضنا، اوعى. وبعدين احط بقى ايه الطماطم والحدوته دي اللي هي فيها ميه. عيش حياتك بقى معايا انت، معايا انت. اوكي، هنزيد ده شويه زيت عشان انزل بباقي بالسمك بقى والحدوته دي. فنزيد بضعا من الزيت، نزيد بضعا من الزيت. اوكي، شويه شويه حلوين كده. اوبا، ونحط شويه فلفل وشويه ملح، شويه ملح حلوين يا بحري بحري. جميل، يلا هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. نخش الاول بالبلح وبعدين بقى. ايوه ايوه، يا بخت اللي هيطلع له قرن الفلفل الحامي ده. كمان انزل. طب خليكي، ممكن نستغلك. وبعدين ناخد هذا الكلام. خلاص دول، خلاص دول حبيبي. الجمبريات خليها في الاخر خالص برضو، ايه مش صغنون يعني. معايا، اوبا، حط بقى الجزرات الاول. يلا اوبا، جزرينا. يلا خليك يا ذيبي يا ذيبي يا ذيبي. اوكي يلا، برضو ايه تشانكس كده. ومش اي سمك يا جماعه، يعني ده عايز قشر بياض، عايز شعور، وقار، ممكن توينا، الله. عشان عايز سمكايه يعني ماسكه نفسها، مش اوعوا تعملوا باصه وما باصه والكلام من ده. مش عشان سمكايه يعني مش كويسه، لكن ناعمه، فصها ناعم هتتهري. البولتي كذلك فصه ناعم. ديدي يا ديدي. يلا اخر حاجه بقى، اخر حاجه نحطها. وبعدين الطماطم. يلا سيدي. اوكي، نزيد بقى ايه قالبا نزيد قليلا من الزبد. حلو كده. ولعلنا نحتاج على فكره شويه زيت، هشوف، هنشوف بعد التقليبايه دي. هبص بالحنيه كده عشان الدنيا ما ايه تكسرش منكم. بالحنيه طبعا
الاصل في الموضوع انك تحطوا له يعني شو اسمه لبن جوز هند. تمام. الكاري الهندي يحتاج ايه؟ لبن جوز هند، لكن يعني مش قضيه كبيره يعني. اوبا يا ولد. طب دي بقى معلش معلش بقى طماطم محتاج ايه؟ اخدك هايل. يلا نطلع فاصل ونرجع مفيش ونحطها في الطاجن ونحط بقى الكابوريا فوقيها تستوي في الفرن. اوكي ولا من شاف ولا من دين. يلا نطلع فاصل فاصل واستنوني بعد الفاصل ابقوا معي. اهلا بكم بعد الفاصل ومعانا كابوريا تتنتان. بصوا بقى انا هشوحهم تشويحه عبيطه شويه زيت وكمون عادي جدا مفيش اي مشاكل خالص. تشويحه نونه نونه مش بسوي تشويحه نونه نونه. اوكي شويه كمون وبعدين اغرف ده بقى في الطاجن. الله يزيد يزيد هاي. اوكي يلا 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 انت فين؟ تعالي لي. اوكي تعال 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 الاول نعمل كده. استنى يا حبيبي سيدي ولا تضايق نفسيتك وترش رشه كمون مش كتير قوي بس رشه كمون. والكمون ده طبعا هيروح مع ايه؟ هيخش بقى مع الحدوته الثانيه ما فيش مشكلة. يلا واقلب ولا تضايق نفسك. ممكن تعمل ايه بقى يا قمر؟ كده لقيش نفسك بقى حبيبي. خلاص لسه يعني كده ايه خدنا الصدمه دي. تمام خليكي بقى ايه على راحتك كده شويه اتنين ثلاثه نزل بقى النار عليكي شويه. اوكي يلا ادي الطاجن. وادي سنونه ليمون. عيشي بقى يلا. بس ناخد بقى هذا الكلام الجميل ممكن ونحطه هنا بمنتهى الشجاعة كده. اوكي يا حبيبي خلاص لسه يلا ناخد بقى ايه. بص بقى نقول لك ايه نوسع لها نوسع لها كده. شفتوا فاضيه بيحصل بيحصل. يلا وناخد بقى كابوريتايه كده يمني وكابوريتايا الناحيه الثانيه كلهم باصين لبعض هكذا باصين لبعض. يلا اوكي يا ولد خلاص يلا بقى على الفرن ولا تغطي ولا تكبس على الفرن. الكلام ده يتحمر شويتين ثلاثه اربعه كده يعني بنتكلم في 10 دقائق ونبقى فل اللوله. يا ولد هايل جدا. يلا نعمل شويه سلطه بقى ومش يعني مش عايزه برضه شويه سلطه شويه سلطه
يمني. انا عايز سلطه لايك حاره كبيره صغيره ما يهمكش. طيب بلدي يعني هحط شويه خل صح، معلقتين خل، ملعقه نونه زيتون بتاع ده ليمون. اوكي يلا زيت عادي بقى مش زيتون يعني. ها يعني الحقيقه يعني اقول لكم على حاجه لا يخفيكم سرا يعني، ان السلطه البلدي يعني ما بيبقاش فيها زيت اساسا، بس احنا ايه بنمنجه المواضيع. وطبعا ملح وبلاش فلفل مش طالبه، شطه بقى شطه حاره يا دنيا، بلاش 13 اوعى. خلاص ده الدريسنج بتاعي خلصته، بس هشتغل بقى. طيب احنا هنعمل سلطه بلدي، فهنشيل ده، هنشيل الجزر اركن ونجيب الكمون. اوكي نحط هنا كمون وما تزودوش قوي عشان ما يمرشش. اوكي ويكون كده كمون ايه اخضر يعني حلو كده طازه مطحون طازه. اوكي لطيف يعني. خلاص يلا دي بقى عايزانا ايه شغلانه في التقطيع، ولو ان برضو البلدي ما بيهمهوش قوي اللي انا بعمله ده. يلا 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 قطع 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 وخلاص وخلصنا، بس احنا لا برضو بننجه الدنيا شويه. اوكي يلا نعمل يلا بقى ايه نقطعها كده بقى، و عشان تمنجوها قوي يعني ما تقطعوهاش كبيره جدا، مش جدا ومش لا يعني، يعني مثلا بصوا كده مثلا، مش صغيره زي الخشتيه ومش كبيره زي محلات اللي مش عارف ايه. اوكي اوكي واحد اثنين ثلاثه كراني كرلات تمام. وهنا اظن تعالى لي نالي واحدة كمان، واحدة كمان الطاجن كبير الحقيقة يعني ايه يحتمل. يلا سيدي اوكي حبيبي كزبرة خضرة، ورق كزبرة خضرة مفيش داعي للايه للعنق العود. يلا سيدي والبصل بقى لا اقطعه نونه يعني جوليان يعني كده يعني. البصل يتقطع مش جوانح، انا بفضله جوليان مش جوانح يعني، افضله ممكن يكون جوليان عريض شويه بس مش وينجز يعني. وبعدين اخده كده. ايه الفرق بقى؟ الفرق انه هقول لكم دلوقتي الفرق بين الوينجز وبين اللي انا بعمله ده. كده نشوف كده بقى كفايه ولا ما كفاياش بصل؟ لا والله كفايه. يلا خيار رايه بقى. وما بيتقشرش وبيتقطع يعني كده اهو في المعقول، لا كبير ولا صغير في المعقول. هكذا هكذا سلطة بلدي. في ناس بتحط لها توم وما عنديش مشكله في ده على فكره، حلو لطيف يعني توم في سلطه بلدي حلو ما يزعلنيش. يلا بقى نقفل بقى كده قصدي بس خلاص هذه سلطتنا بس خلاص نغرفها بقى من السلام.
نحطها على الفرن. الله، نستنى يعني مفيش. هنغرفها قلنا. في هذا ماذا؟ طب يلا. والله حلوة السلطة دي، هايلة. طب كده كده، يلا بيك تعال لي. الله، بالجي بتاعها بالدريسنج، جميل جميل. ميه السلطه دي بالذات بقى شغلانه. اوكي يلا حبيبي، يلا مش محتاجه حاجه خالص خالص. ومش عايزه فزلكه، يعني مش عايزه افزلك عليها واحط لها شويه زيت زيتون، مش عايزه افزلك. هي حلوه كده، بلاش فزلكه، حلوه كده. يلا هنعمل ده كده اهو. نشيل الكلام ده بقى كله خالص كده. تعال نشيل الكلام ده ورايا. يلا. اوكي. تعالى بقى نجيب الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي. الله. يعني نص ساعه في الفرن، لا تزيدوا لا تزيدوا عشان تحسوا بطعم الحاجه وانتوا بتاكلوها. ما تبقاش كل حاجه يعني فارت، تبقى كل حاجه ماسكه نفسها. نص ساعه خلاص. ايه رايكم بقى؟ والله حلو. طيب هو طبعا يتاكل بعيش، طبعا اكيد مع عيش يعني بلدي، يتاكل مع رز اكيد، والرز بس يكون معمول بالزيت مش بالزبده، اوكي؟ عشان يبقى رز ايه احمر ما احمرش، لكن ايه بالزيت. وبعدين طيب خلاص، خلصت حلقه النهارده، ونقول لكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. ابقوا معانا.